ورحمة الله يا إخواني والأخوات والسادة والسيدات وأصحاب المعالي والسعادة. الجولة ديالنا يا إخوان استكشافية، وغتبدا من هاد النقطة هادي ديال هاد المشاريع الكبيرة اللي كتعرفها مدينة الرباط. ومن هاد المشاريع عندنا هاد الأوتيل هذا الضخم، ديال تابع الكاروسيل اوتيل كاروسيل. داروا على شكل هلال مقوس، على شكل هلال جميل جميل. وهنا اخوان عندنا متاجر كبرى غادي تكون هنايا حتى هي كاروسيل. متاجر كبرى هنايا. هنا تقريبا راه فيناو، داروا ليه فينيسيون ديالو. الواجهه كلها تفينات هنا، جميل. ديكور رائع ولا فيها، جميل. اكبر فندق هنا غادي يكون ان شاء الله. ما كتلاحظوا معنا جميل رائع. ماشي كله هنا غيكونوا محلات تجارية. يكون هنا محلات تجارية. راه بداو في الفينيسيون ديالو، على ما كيبان لي انا الفينيسيون دابا فينيسيون من الواجهة. رائع. رائع يا اخوان، رائع. رائع جميل جميل جميل. مواصفات عالمية. أكبر مول هو هذا غيكون هنا في الرباط. كاين واحد آخر غيتبنى ليه في جيت بير قراق. الكاروسيل. ما مشروع ضخم، مول. هذا راه مول الاخوانا، يكونوا فيه محلات تجاريه كيتباعوا فيه ماركات عالميه، يعني مواصفات جوده جيده. بالاضافه الى ذاك المول الاخوان اللي كيطلع على البحر، عندنا ايضا هاد الاقامه الفخمه. هاد الاقامات فخمه اللي داروا لهم من الفوق، ختموها من الفوق بشكل هندسي تقليدي، الجليج تقليدي. الا كان غير حنا نحطو معانا من الفوق كاع، شتوه ختموه بالجليج التقليدي. هادو اقامات فخمه كتطلع على البحر، جميل. ها هي جات اونفاس المول ديال الكاروسيل. المول هنا والاقامات هنا. ما اقامات فخمه هادو، ما شاء الله. الشكل هندسي شكل جديد على غير العاده. هذا شكل جديد جميل انيق، الرونق رائع رائع. لو فار دي كاروسيل، هذا تابع، هذه الاقامه تابعه الكاروسيل. ايضا عندنا هنا المول، عندنا الاقامه هنا، وعندنا الفندق الكاروسيل. ما خدامين عليه هنا، رائع. الشكل ديالو اوتيل دي كاروسيل جميل جميل جميل، رائع ما شاء الله. الرباط تقدمات، الرباط الاخوان راه بداو كيدخلوا لها شي حوايج اللي هما عالميين اوروبيين. بدات كتضاهي حتى هي، حتى هي غتولي كتضاهي الاوروبيه، النجوميه والاوروبيه والعالميه. نعم الاخوان، لاحظوا معايا الشكل هنا كي داير حدا اخر، لاحظوا معايا الشكل هنا، شتو شكل هندسي جميل على شكل هلال، رائع رائع. كيطلع على البحر يا اخوان. البحر شتوه، يعني جميل جميل جميل. هادشي راه كله كان غيتصاوب، هادشي شي هاد البلاصه اللي جنب البحر كلها كانت غتصاوبها واحد الشركه ديال ويصال، كانت هي مشتركه بين الخليج والمغرب. كاين شي 3 دول الخليج باقي نتذكر، ولكن ملي كتوقع داك الازمه الاقتصاديه العالميه صافي تشتتوا واقيلا بقات دوله وحدها. لاحظوا معايا يا اخوان الجرده، الجردة ديال مدينة الرباط من الساحات الخضراء. رائع رائع. على هاد الأجواء الجميلة يا إخوان، المناظر الجميلة، وأترككم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم. Why?